كاسبي ناشط سياسي ناشط حقوقي. جينا اليوم من التضامن والمشاركة مع أخواننا المصريين ضد الإرهاب القطري الذي دمر الوطن العربي وبدعمه المنظمات الإرهابية وتفكيك الدول العربية اللي كانت الدول القومية ضد الهيمنة الصهيونية، ونطالب المجتمع الدولي بتجريم قطر ومحاسبتها بجرائم دعم الإرهاب وتشريد المجتمعات العربية مثل سوريا والعراق واليمن، وهذه جرائم لا تنتهي بالتقادم. وشكراً.